talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. She can get a taste. Nigga say, it's all the same like Mary Kay. ايه يا ابني كل ده؟ طمني عملت ايه؟ شلت يستر تاني؟ كده كتير كده شلتها مرتين قبل كده مش عارف. طيب روق انا عندي حفله فين؟ السخن بس محتاجين فلوس. طب امتى؟ بكره. خلاص يلا على المكتب ناخد فلوس وتعال نروح من النهارده نبات هناك. ايش نروح لابوك دلوقتي يعني؟ يلا بينا. يلا مافيا مافيا Mafia, mafia, mafia. Mafia, mafia, mafia. Mafia, mafia, mafia. عز بيه يا حبيبي. انا عايز فلوس. ليه يا هو مش لسه مديك فلوس امبارح؟ اصل انا مسافر. مع مين؟ صحابي. فاشل هدول؟ هو فاشل واحد. فيش فلوس يا بابا. فيش فلوس يا حبيبي. هو مسافر ازاي كده؟ سيب يا بابا الحاجة. ايه دي اصلا؟ في حاجة ما بتعملوش ده ما تلمسوش. ايه الحر ده؟ مالكش فيه. ازاي كده؟ فوش. لا مش هتطلع بره. عايز فلوس. فيش فلوس يلا بره. انا اخد من صحابي؟ ماشي. يلا بره داهية. طيب ماشي. يا ابني بص يا ابني انا تقيل عليك يا ابني. انا تقيل يا عم. واد يا عم انت دايما بتكسب بوست. طب ايه انت يا عم مرة من الناس كتير كده عادي يا عم. رد بس على اللي اتصل بيك 50 مرة ده. يا ابني انا كل مرة الو في ايه عمال يزن زن. ايه مات؟ طيب انا جاي حالا. مات ابوك مات؟ مات حبيبي. مبروك عليك. مبروك عليك. هو بالك استاهل عشيني. هو بالك. طب سيبني افوز منك. فلوس. فلوس. يلا بينا بس هنا نحط فلوس. يا ابني يعني فاشل وكمان موت ابوك مش فارق معاك وجاي لي متاخر. شكلها حلوه وسنه زي العسل. مين قالك اني مش زعلان؟ انا لابس اسود اهو. بعدين هو سايب كام؟ فين الفلوس؟ انت جاي لي عشان الفلوس؟ طب بص باباك ما سابش معايا فلوس. باباك ساب لي دي. فلاشة. ده تافه قوي. ابني الفاشل. طبعا الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي معناه ان انا مت. اوعى تكون فاكر انت هتورث الفلوس دي كلها بسهوله. لا يا حبيبي انت مش تورث ولا مليم الا لما تمشي على منهج جدك فرانك الله يرحمه. وانا عارفك انك فاشل ومش هتعرف تدور بنفسك انت واللي معاك. انا بلغت السكرتيره بتاعتي تساعدك في اي جزء انت محتاجه. ودي مراتي هتساعدك في الجزء الباقي اللي انت عايزه. ما تحاسب يا عم. اتفضل. لا اتفضل انت. يا اتفضل اتفضل. خلاص اتفضل يا عم. شركة بقى ابوك بقى. صباح الخير. صباح النور يا فاشل. فاشل فاشل. المهم اخلص موضوع الوصيه ده وافهم بابا كان عايز مني ايه. اهو النبي عايزين ننجز مره زي ده. بص يا سيدي باباك كان واخد فرانك قدوه لي. هو مش جدك ده يا ابني بليا اللي كان بيسرق الزباين وعامل نفسه فيها عبقري؟ احترم نفسك. خلاص اطلع معاه. احترم نفسك. بص يا سيدي جدك فرانك ده كان من اشهر المعماريين في امريكا واتولد في ريتشلاند سنتر سنه 1867
اصلا هو اسمه فرانك ليكو، لان لما كان عنده 14 سنه انفصل باباه عن مامته، ومن بعدها ما شافش باباه تاني، فغير اسمه لفرانك لويد تكريما لعائله مامته. لما كان عنده بقى 9 سنين مامته جابت له مكعبات هديه، وكان بيحب جدا يلعب بيها، وبسبب اللعبه دي قدر ان هو يكون مجموعات كتيره من اشكال هندسيه. لما كان عنده 11 سنه كان بيشتغل في مزرعه تبع عائله مامته، ومن خلال شغله في المزرعه لاحظ تكرار الاشكال الهندسيه البسيطه. دخل جامعه ويسكونسن ودرس فيها الهندسه لان ما كانش فيه تخصص عماره في وقتها، بس من اول سنه زهق وما كملش في الجامعه. وهو عنده 20 سنه راح شيكاغو، وهناك اشتغل رسام في مكتب جوزيف لاين. في الاخر اشتغل في مؤسسه عماره تبع ادلر اند سولفن، وبعد 5 سنين شغل هناك اتطرد من الشركه لانه كان بيسرق الزباين. ايه خلاص بقى زي ما اتفقنا؟ تمام خلاص انا مستني منك رد. بقول لك حضرتك ايه؟ ايه؟ هو مستر لوز خلص معاك المشروع ده على كام؟ ده ليه؟ عادي انا ممكن اخلصه لك بمبلغ اقل. بصي اتفضلي الكارت بتاعي تسلي بيا في اي وقت نظبط مع بعض الموضوع. خلاص تمام. ماشي نديني فرانك. مستر لوز انا سمعت انك عايز. اه اتفضل. ايوه مستر لوز. ايوه فرانك، انا عرفت انك بتسال زباين من ورا ظهري بعد ما علمتك ودخلتك المجال زي ما انت شايف ووثقت فيك. طب النهارده مرفوض. انا هعمل شركه وهتنجح اكتر من شركتك وهتشوف. بره. تعالوا بقى اوريكم مبنى من اشهر مباني فرانك. مبنى حوالي أشجار كتير وطبيعة. تخليه معايا مش تخيله مش هكذا تخيله صح؟ ما تفاش أنا بقى ما عارفة. تمام بصوا بقى. طيب بصوا بقى، سنة 1939 صمم فرانك الفولينج ووتر المعروف باسم إيجر كوفمان هاوس في ميلان. كان فرانك هدفه من تصميم المبنى ده انه كرييت الهارموني بين المان اند ناتشر، وكمان كان بيفوكس على الاورجانيك اركيتكتشر. تعالوا بقى نشوف المبنى ده بيتكون من ايه. المبنى ده عباره عن جزئين، الجزء الاول مخصص للكلاينتس وفيه غرفه للضيوف، ولكن بقى المين بيلدينج فيه غرف بسيطه مفروشه من تصميم فرانك مع غرفه ريسبشن ومطبخ صغير في الدور الاول، وفي كمان 3 غرف نوم صغيره في الدور الثاني. الدور الثالث بقى كان مكان لدراسه وغرفه نوم ابن كوفمان. الميزه هنا ان كل الغرف دي بتطل على المحيط الطبيعي للبيت. فعلا جدك نجح ان هو يحقق الانتجريشن ده بين الانسان والطبيعه، وقدر ان هو يخلي الشخص اللي جوه البيت يبص للطبيعه اللي قدامه بكل سهوله، عن طريق ان هو خلى اسقف الغرف كلها ارتفاعها منخفض. بالنسبه بقى للتراسز استخدم الخرسانه المسلحه، ودي كانت اول مره لجدك ان هو يستخدم فيها الرينفورس الكونكريت. بالرغم ان هو ما كانش عنده اي اهتمام بالماده دي، الا ان هو كان عنده المرونه ليتم صبها باي شكل. بس رد فعل الناس بقى لما شافوا البيت ده انه مش ثابت على ارض صلبه زي بقيه البيوت الطبيعيه، ففضلوا يشككوا في الاستراكشر سيستم بتاعه بسبب كثره الكانتليفرز اللي موجوده فيه. بس جدك بقى كان ذكي، لانه قدر ان هو يخفي الاستراكشر في المبنى بطريقه ذكيه. ومثال على كده، تحت الترس في 4 بايرز، البايرز دي شايلين لود كبير جدا من الفيرست فلور. من الحاجات اللي بتميز المبنى دي عن اي مبنى تاني انه في الخريف بيبان كأن عليه سبوت لايتس بسبب تساقط ورق الشجر، فبيبان الجولدن كولر بتاعة الترس. لكن بقى في الصيف بيبقى المبنى متغطي بورق شجر كتير، وده بيعمل المبنى شيدنج وبيحميه من الشمس، بس في نفس الوقت مش بيخليه يبقى باين للناس زي ما انتوا شايفين كده.
طب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ خلصنا نص الكلام اللي هو قاله. ايوه خلاص خلصنا نص الكلام. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هنروح لمراته؟ عايز اقول لك تيجي نروح لمراته قبل ما بس هي هتفيدنا اكيد. تعال نجرب. يلا طن 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 في عينك. عادي انا بابا كان قايل لي في الوصيه انك تساعدني. عندي ما اقش ولا بطيق سيرتك بس ساعدني. بتقول حاجه؟ لا لا مفيش. شايف نفسه انه عبقري ومفيش زي، وده اصلا كان سبب خناقه مع معظم زمان. عندك مثلا مبنى جونسون واكس، فعندك مثلا مبنى جونسون واكس في سنه 1936 فرانك ايبل هيربرت جونسون رجل الاعمال صاحب شركات المنظفات، وطلب منه انه يبني له مكاتب جديده من الطراز الحديث. وكمان جونسون كان عاوز يحقق الحلم الامريكي اللي هو ان العمال يشتغلوا كانهم عيله واحده، وفعلا المبنى اتنفذ سنة 1939. ومش بس كده، سنة 1950 عمل مبنى تابع ليه وهو الريسيرش بيلدينج، وفعلا المبنى حقق نجاح كبير وبقى مكان تاريخي ووطني ولاند مارك. انتك فرانك ده ابدع في المبنى ده واستخدم تكنيكس كتيرة، وده اللي خلاه اصلا سبب شهرة المبنى. انا هعمل ورك سبيس كبيرة جدا تلم رقم من العمال يكون كبير. انا عايزهم كلهم يشتغلوا روح واحده. طب انا ممكن اعمل بايركس تيوب يخلي منظر المصانع اللي جنب الموقع ده ما يبانش، وفي نفس الوقت يدخلهم الناتشورال لايت. طيب انا هعمل الفرنتشر ده كله بنفسي. انا هعمل كرسي بثلاث رجول عشان العمال وهم قاعدين التسع ساعات شغل محدش ظهره يوجعهم. طيب انا عايز مساحه ستورج. انا ممكن اعمل المكتب سيركولر او في كيرفز عشان ياخد مساحه كبيره في نفس الوقت يديهم براح في الشغل. طب انا هرفع المكان ده ازاي؟ انا ممكن اعمل مشروم كولوم تكون عرضها من تحت 23 سنتيمتر ومن فوق اخليها 5.5 متر. سؤال مشروم كولومز ازاي؟ هي لو فيها مشروم انا جعان. مشروم ازاي هيشيل المبنى ده؟ استنى استنى احكي. كل الناس قالوا زيك كده في الاول، بس راحوا عاملين اختبار انه يشيل 24 طن، بس جدك اصر انه يزود لحد ما وصل 60 طن. بعدين ابتدى يتكسر، حتى لما اتكسر الكولومز ما اتكسرش، هو اللي اتكسر بس الكايلكس، ما تطلعنيش تاني يا فيش. وهعمل باركينج يكون الكونسبت بتاعه كومبريشن والريليس. انا هعمل مدخل عالي والباركينج لوت تبقى لو سيلينج كده الشكل يبقى احسن، وفي نفس الوقت يدي مكان يدي شكل واسع للمكان. انا ممكن اعمل ريسيرش تاور جنب الورك سبيس دي. طب اعملها ازاي؟ انا ممكن ارفع الريسيرش تاور ده بكور بالنص، يكون الدور الواحد عبارة عن دبل هايت، يكون كل دور فيه اتنين كانتليفر، واحد سكوير واحد سيركل، بحيث الناس لما تكون واقفة وتبص لتحت ده يديها فيو وسبيس اكبر ان هما يشتغلوا. وبرغم كده المبنى كان فيه عيوب كتير. انا بس كنت حابه اوريك لك شويه من المشاكل اللي عملتها. مشاكل؟ انا ما عملتش حاجه فيها مشاكل. اتفضل. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ده حضرتك كرسي بثلاث رجول اللي انت حاطاه عنده. ماله؟ يوقع لو مات. بالنسبه للنشر اللي حضرتك اتكلمت عليها والبايركس تيوب، احنا عندنا اصلا سبونسر بتبتدي الليل من الساعه 4، وساعات كمان بندي العمال اوفر تايم. احنا اصلا ما استفدناش من التكلفه العاليه خالص البايركس تيوب، وزي ما حضرتك شايف حطينا اضاءات معايا في كل مكان. هو
وايه الصوت ده؟ ده صوت المية بسبب العزل ما بين الخرسانة والبرنس تيوب حصل له كراك. ده اكيد مش غلطتي، ده اكيد غلطة الشركة المصنعة اللي عملت الحاجات دي. بجد؟ انا بلومها. تمام قوي. بالرغم من ان المشروع كان فيه عيوب كتير بس كان فيه مميزات برضو، ومن المميزات دي ان احنا لحد القرن 21 ولسه بنتكلم عليه، وده غير ان فيها بين كتير واخد الانفلونس بتاعها من المشروع كله، زي مثلا مبنى الاكاديمية الوطنية للعلوم الحديثة في طوكيو، وده اكبر دليل على نجاح مشاريعه. وكمان فرانك كان بيهتم بكل تفصيلة في المبنى، وده بيعلمنا ازاي نركز في كل حاجة في المشروع. ومن مشاريعه امبرل هوتل اللي في اليابان، وهو المبنى الوحيد اللي موقعش في الزلزال، وكمان جوجل هايم اللي كتير من الافلام اتصورت فيه. بس انت عارف يا زياد، انا اتعلمت وفهمت كل اللي بابا عمله، كان نفسي يفضل معايا. يلا مش مشكلة، بس انت جدك شبهي يا عم. تعال نقرا الفتحة. تقرا الفتحة يا مين يا ابويا؟ اسمك كيف؟ انت مش هتشوف مليم الا لما تنفذ اللي انا بقول لك عليه. هادي احمد حاجة. استغفر الله العظيم يا رب سامحني. اكشن. لما كان عنده تبين اكشن. ما حفل سيرتك سعد انه ندخل ولا هتساعدي ناس؟ ايوه ده حلو. ده في ثلاث ايدين بيشتغلوا في وشي، يعني ايد واحده بس. بس ايه معقول وما فيش زي. وكان ده اصلا اكتر سقف ده كان ما صدقناه عمل حاجه. فاكرني موت يا كان ثاني. سمعت انك عايزني مستوي. اه فرانك، انا عارف انك بتسال زمايلي بعد ما شغلتك منه. بعد شغلتك مرفوض. مرفوض انا هعمل مكتب. انا مرفوض؟ طب انا هعمل شركه وهكبرها وابقى انجح اكتر، ناجح اكتر منك.